Wouldn't it be nice to feel this great all the time? Unfortunately, if you suffer from allergies, sometimes a happy day can turn into something much worse in an instant. But don't worry, you're not alone. You're one of millions affected by allergies every year. You can't work, sleep, or go to school. And not to mention that you just feel bad. Well, guess what? It's time for you to start feeling better. And at Colorado Allergy and Asthma Centers, that's exactly what we strive to do each and every day. Help you feel better. And with clinics up and down the Front Range, we can provide you with the highest quality care no matter where you live. When we see a patient for the first time, we often begin with skin testing because it's a clear and concise way to determine a person's particular allergies. And while we do offer a variety of other services, this is usually the best place to start. To begin, we'll take a history of your symptoms to determine the appropriate testing. And now we're ready for the test. But don't worry, there's nothing to be scared of. Our staff has performed thousands of these procedures. They're done in no time and with minimal discomfort, can determine a variety of factors that may be causing your allergies. After a short wait to let the test take effect, our staff will examine the results and decide next steps. At this time, treatment options can be discussed with your doctor, which may include avoidance strategies, medication, or allergy shots. And that's it. A quick and reassuring experience with minimal discomfort, and in most cases, you're done in a day. After your trip to Colorado Allergy and Asthma Centers, we hope you feel empowered with the knowledge that you're not alone and you can control your allergies. Contact Colorado Allergy and Asthma Centers and start living the life you deserve today. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، طلبة المرحلة الرابعة. إن شاء الله اليوم راح نكون وياكم هي محاضرة أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. اليوم إن شاء الله راح نكون وياكم هي محاضرة المناعة العملية. إحنا أخذنا بالنظري الهايبر سينسيتيفيتي وحبينا العملي يكون وياكم عن الاختبارات اللي يعني نأديها لنتأكد من إنه البيشنت عنده أحد أنواع الهايبر سينسيتيفيتي أو أحد أنواع الحساسية. الفيديو اللي شفتوه اللي يتقدم كان يتكلم عن قصة شائعة كلش بحياتنا اليومية، إنه طفل كان يلعب بالشارع وبعدها تحسس وصار عنده ريتيشن قوي وعطس وبدأ يصير فتحة ما بعينه من الغبار ومن الحركة، فاستحبته والدته إلى المستشفى وأجوا لفحص اختبار الحساسية بظهر. وبعد أن ظهرت النتائج وتحدد نوع الحساسية اللي عنده وانطوا العلاج، رجع يلعب بصورة جيدة ورجع لطبيعته ويعني تماثل للشفاء. موضوعنا اليوم هو هذا، انه نشوف شنو يعني الفحوصات اللي يعملوها حتى يتأكدون من امراض فرط الحساسية او امراض الحساسية. فهنا منطيكم كمان اليرجي ديزيز، يعني هذه التسع انواع هي للاطلاع لكم، ما مطالبين بحفظها، ولكن هو مثلا ذاكركم انه اكو حساسية الارتيكوريا. والارتيكوريا هي الاحمرار التبقع اللي يصير ويا حكة شديدة يظهر في انحاء الجسم. ايضا الاتوبيك ديرميتاتيس التهابات الجلد، الليثين الاريتيشن اللي يصير ممكن اللي يسموه هاي فيفر. ايضا لابو اللي معروف جدا يعني الاسماء مشهورة كلش. اكو بعض البيشنت عندهم الاليرجي فود، يعني تلقى يتحسس من طعام معين، قسم اكو يتحسسون من الموز، اكو قسم من الكاكاو، اكو قسم واسع يتحسسون من الفيش من الاسماك، قسم يتحسسون من البيض ايضا مشهور احيانا مو نفسه، يعني اما من صفاء البيض او البياض يعني يختلف. فاكو انواع كثيرة من الاطعمة ممكن، اكو حساسية الحنطة
يعني هاي من أشهر وأخطر الحساسيات، بالذات إذا كانت يعني عند الأطفال حديثين الولادة، لأنه تكون مشكلة. لاحظ أنه الطفل يعني ما ينمو، ما يكبر بسهولة، ودائما مايض، لأنه يكتشفون بعدين أنه هو عنده حساسية. فالفود إليرجي كلش هواية، كل شوية منتشرة، علاجها كلش سهل يعني وبسيط، بمجرد انه يتشخص، يعني بس يتشخص البيشنت يكتبوا له العلاج، كل شيء ينتهي. ايضا اكو الياجي ضد الانسكت، يعني اكو بعض انواع الانسكت هي نفسها تسوي الياجي من الريحة مالتها اذا كانت موجودة، بالذات الفئران، الصراصير، خاصة في المناطق اللي هي يعني تكون يعني مو ذات نظافة عالية، أو البيت مثلا برطوبة وقديم، ممكن أن تكون موجودة هاي الشغلات، فتصير ممكن حساسية عند البيشنت من هكذا. أيضا أن الإنفلوكس اللي هو أخطر أنواع الحساسية، وهذا يعني بسرعة بسرعة ياخذوه، لأن صار عنده شوك بسرعة ياخذوه، يبدأ بالعطاس وبعد ما يقدر يتنفس، ف نتيجة لتعارض مثلا أحد الأنتيجينات، ياخذوا الطوارئ بسرعة ويقومون بإنعاشه. فهذه الأنواع هي أكثر الأنواع اللي تحتاج يعني فحص، خلينا نقول ممكن أنه يفحصوا حتى يشخصوا من أي نوع هو. الفحوصات اللي تصير، هو هذا ما يخصنا ومهم اليوم. أنا إن شاء الله جابت لكم أشهر أنواع الفحوصات، اللي هن 3 فحوصات موجودة عندنا. سكان بيك تيست هذا من أشهر الفحوصات الموجودة، it is the gold standard، يعني هو أحسن علاج بالتشخيص of allergy testing. اللي يصير يا شباب هذا العلاج قبل، يعني هذا التيست قبل ندخل بترجمته، نعطيكم فكرة انه يجيبون الانتيجين يسووا له تخفيف بتركيز معينة، فبعد ذلك يجيبون فد مادة ثانية هي يعني تكون مو انتيجين، تكون يعني كونترول، بس حتى يثبتون انه هذا يعني الفحص فعال. يحقنون المادتين بالإيد، يعني هم يحددون وين الكنترول وين الأنتيجين يخلوه، وبعد ذلك مو يحقنهن، وإنما يغزوهن وغز تحت الجلد بالإيد بعد 15 دقيقة. طبعا الأنتيجينات هم محدديها، يعني حتى هم دا يعرفون السبب، شنو السبب ليش هذا عنده حساسية، فهم محددين لي قدام الأنتيجين. وبعد ذلك يشوفون بعد 15 دقيقة من شنو تحسس، معناته هذا الشيء هو اللي سبب له الإليرجي، هو هذا الشيء اللي يخليه يتحسس. الفحص ممكن أن يشخصون نوع الأنتيجين أيضا عن طريق استخدام الإلايزا. بالنسبة للأنتي بودي اللي يكون يعني نفحص عن الأنتيجين مالته، هنا هو الاي جي اي، لانه مثل ما قلنا لكم افتر 15 منت، فعرفتوا انه هو سايع. تبقى شغله انه هنا كلش مهمه، انه البيشنت لازم يكون ما خاضع للعلاج اللي هو انتي هيستامين بالعاده، صار له فد اقل شيء اسبوع او من 5 الى 4 ايام، يعني بهالحدود، قبل ان يسووا له التيست حتى يعطي نتيجه يعني حقيقيه، نتيجه صحيحه. زين، ليش لازم ما ماخذ انتي هيستامين؟ لانه اذا هو ماخذ انتي هيستامين حتى اذا تحسس وكان هذا الانتيجين فعلا يسوي له حساسيه، العلاج الماخذ راح يمنع الهيستامين، بالتالي راح يمنع البقع الحمراء والتهيج من ان يحصل، بالتالي راح يعطينا نتيجه خاطئه. فيقول مثل ما قلنا لكم it is this good standard of allergy testing drops of diluted common allergy with a negative control. مثل ما قلنا لكم ياخذون الانتيجين وياخذون يا negative control ويجيبوهن يسووهن على ال arm on the arm and are bandaged through with the sterile lancet after minutes
local wool and floor راح يلاحظون انه صار اكو فد دائرة، وهاي الدائرة مشعة بها احمرار، صار يعني شنو اتحسست مثل ما تقول. بعدين يقول انت ستامي تاك should be this continued for days before testing specific IgE test. This test can be done by Eliza. ممكن من يعني فحوصات أخرى نحدثها هي الإليزا، نتعرف أكثر على الأنتيجين اللي عندنا بواسطة الإليزا. فمثل ما قلنا لكم، بعد ما يحقنوها بالذراع نشوف إنه هذا إذا صار تحسس معناه هذا الأنتيجين هو فعلا الأنتيجين اللي دا يسوي له الحساسية، وإذا ما صار تحسس وتوهج لا نقول مو هذا، إذا أكو فد نوع آخر. شنو هي المعايير اللي يعني يستخدموها بإعطاء النتائج؟ يقول إذا كان لقوا الاي جي جي، طبعا هذا فيما يخص يعني نسبة الاي جي جي اللي موجودة بالإليرجي، إذا كانت مرتفعة أو نورمال معناها هذا عنده إليرجي، لأنه المفروض هي شو تكون منخفضة يعني. بالنسبة للأيوزوفيلز لا، هي دائما بالتوبك انديفايدل تكون يعني موجودة هاي النسبة، ولكن 20% فقط من الكيسات إذا ارتفعتهم يعني يكون فد مشكل، بس هو بصورة عامة الارتفاع يعتبر نورمال بالنسبة للأيوزوفيليا. الأيوزوفيليا هي ارتفاع الـ يعني الأيوزوفيل سيل، فهذا يعني يجب أنه ينتبه له الفاحص، مو دائما تكون هذا دليل إن يعني أكو إليرجي. الفحص الثاني اللي راح نعطيكم اياه هو البيتش تيست. هذا التيست مثل ما تشوفون بالصورة ومثل ما شفنا بالفيديو بالمقدمة يصير بالظهر بهالشكل مثل ما تشوفون، ومهمنا في نهاية ان شاء الله المحاضرة راح نخلي لكم فيديو توضيحي اخر، بس يعني فيديو حقيقي مصور كيف يجون عملية التيست حتى تلاحظون شلون يسووها زين. هذا التيست يستخدم لتحديد determine if a specific substance causes allergy in formation of this skin of this skin. It's test for delay to action. طبعا ذاك الفحص اللي أخذناه بالبداية أو الفحص اللي كان يجرى على الذراع كان يعني في يعني مو ديليت وإنما مدت لي بحساب، يعني لأنه في خلال 15 منت كان ينطي النتيجة وهم يبحثون بيه على الاي جي اي، فهو يعني بسرعة بسرعة مدت لي، بينما هنا هذا الفحص اللي يكون بالظهر لا يتأخر بي شوية يلا ينطي النتيجة. It is used to help assertant. هاي الassertant معناها التحقق يعني أو التأكد أو الإثبات that case of skin contact allergy، يثبت أنه هذا الجلد بي حساسية متحسس أو هذا الجلد بي dermatitis أو بي التهاب زين. Usually treated with number of this common allergy chemical or skin sensitizers. يعني شي يخلون بالظهر، يخلون بعض المواد الكيميائية اللي هي تسبب حساسية، أو يخلو يعني مثلا أنه هذا متحسس مثلا لمادة معينة لفد شي فيريدون يتأكدون من عدها، أو بعض الشغلات اللي يتحسس من عدها الجسم مثل أكو يعني من أحد الفحوصات مثلا فحص الحديد، أكو بعض الناس تتحسس للحديد، فخاصة الحوامل قبل لا يطهن يعني الحديد ممكن يسوي لهم اختبار شوية تحسس لو ما تتحسس من عنده، وهكذا يعني حسب حالة البيشنت إنه شنو هو الشيء اللي يحتاجه. فالحقن وين يكون؟ يكون تو باك في الظهر مالته. This skin is then examined for the possible locking location at the least twice. يعني يقول أقل شيء لازم فد اثنين فد منطقتين شفتوا انتو التخطيط اللي كان على الظهر، فإذا أريد نثبت إنه هذا متحسس لازم أقل شيء فد اثنين من هذه المكانات اللي خلينا بها الشيء اللي يسوي الحساسية تتوهج وتثبت بها الحساسية، طبعا بعد 48 ساعة.
من التطبيق. أقل شيء لازم فد اثنين يتحسسن حتى أقول هذا positive and again two or the third day later. زين، الفحص الآخر اللي عندنا هو blood testing، من اسمه يعني هو فحص دم. هذا ما بي لا بالظهر ولا باليد ولا هاي، مجرد هي عينة دم ياخذوها يدورون بها على الانتيجين او العفو يدورون بها على الانتيبادي، واذا لقوا معناته انه هذا الشخص متحسس. هذا هو حال اي فحص دم اخر. يقول ان الياجي بلاد تيست از كويك اند سمبل، اكيد هو راح يكون سريع ما يحتاج ينتظر بيه، وايضا راح يكون سهل يعني ما يحتاج البيشنت لا يتحمل الم ولا انه ممكن يعني اذا طفل صعب انه يسوي له هاي الوخزات ويثبت، وبعدها ما تصير بعد ما تصير الحساسية ايضا ممكن ان يحتاج ان يلاحظوا ممكن ان تتطور حالته، فهو يعني يعتبر فحص خطأ. لذلك مو كل الفئات يقدرون يسووا لها الفحوصات السابقة. يعني اذا طفل يجوز ما يعني بالذات اذا كان بعده كلش صغير ما يقدرون يسووا له هيك فحص، فيسووا له فحص دم. ايضا حتى النساء الحوامل ممكن انه يخافون على الجنين من بعض الالياجي اللي ممكن يعني تسبب لها فد مشكله، لان هي اصلا حامل فمناعتها قليله، فما يعوضوها يعني لهاي الاخطاء. فممكن انه البلد تيست يكون احسن لها. فاذا على هالاساس هو يكون سمبل ويكون كويك سريع. اللاكسكن بيك تيست بلاد تيست كان بي بيفورمد ريسبكتيف اوف ايج، يعني نسوي لاي عمر بغض النظر عن العمر ممكن ان نسوي. اند سكن كوندكشن، وايضا اذا كان حالة الجلد كيف ما تكون، او اذا كان ماخذ ميديكيشن او ما ماخذ، يعني لانه انا دا ابحث عن انتي بودي والانتي بودي يبقى يعني موجود حتى اذا كان متحسس سابق انا حلقه. ايضا السبتمس الاعراض وحاله الديزيز اند بريجننسي ادلت اند جيل العفو تشيلدرن اوف اني ايج كان جيت ان الياجي بلاد تيست. ممكن اذا مثل ما ذكرنا لكم كل الاعمار تخضع لهذا النوع من التيست. For babies and very young children, a single needle stick for allergy blood testing is often more genetic than cervical scan. اذا يعني يقول هي مجرد انه يسحبوا له دم ينتهي كل شيء مقارنه بفحوصات الاخرى. وايضا ان allergy blood test available through most laboratories، لان هو سهل ففي مغلب يعني في اغلب المختبرات ممكن ان تجي، ولكن ذاك النوع من الفحوصات السابقه لا، ممكن تحتاج انسان متمرس اكثر عن يعني هواي مسويه، فما تلقاها موجوده في كل المختبرات. A sample of the patient blood is sent to the laboratory for analysis and this result are sent back for day later. وبعد ذلك يرسلوا لك النتيجة. Multiple allergy can be detected with the single blood sample، يعني أكيد أنه أنت تأخذ عينة صغيرة ممكن تبحث بها عن الكثير من الأسباب اللي مسببة للحساسية. Allergy blood test are very safety، وهو كلش آمن. Since this person is not exposure to the any allergy drugs that test procedure، يعني بعد ما سوينا عملية الفحص ما نعوض البيشنت لأي علاج، بينما هذولك الفحصين سابقا لا، ممكن انه لانه صار عنده يعني حرارة وصار عنده تحسس فممكن انه بعد الاختبار نحتاج ننطي علاج، بينما هنا لن نحتاج ننطي علاج ولا اي شيء. وبعض اللايبرتوري ميثود ايضا الاخرى اللي ممكن نستخدمها للبحث عن الاي جي اي هي الإلايزا الانزيم ليكيد اميونو سبرنت اسي، وايضا الرادو الياجي زوربنت ال ار اي اس تي، والفلوريسنت انزيم اميونو اسي. هو ايضا ذني ثلاث انواع او ثلاث طرق ممكن بواسطة انه نكتشف وجود الاي جي جي من عدم وجوده. اذا هاي محاضرتنا لهذا اليوم، هذا كل ما تحتوي ثلاث اختبارات، كل اختبار يعني الى ميزته الخاصة. ان شاء الله يعني ما تخبطون بيناتهم لانه واضح الاختلاف والفرق كبير بيناتهم. طبعا
أحسن أنواع الاختبارات هو مو اختبار الدم، هو صحيح سهل، الاختبارين الأوليين السكن بريك تيست هو أحسن نوع، حتى هو ذاكركم إنه هو جولد ستاندرد، ينطي نتيجة مضبوطة 100%، بينما اختبار الدم رغم سهولته رغم ممكن انت تسويه بدون ما تتحسس وتتأذى بوقت قصير، تبحث عن هواي انتيجين بعينة صغيرة من الدم، ما بي تقدر تسوي كل الأعمار، تقدر يعني بكل الظروف تقدر تسوي، ولكن احنا نعرف انه الانسان اذا انصاب فد شي يبقى الانتيبادي موجود في الجسم، يعني حتى اذا تماثل الانسان للشفاء، فهذا الشيء يعني وجود الاي جي اي ممكن انه هو عنده فد حساسية جديدة ويطلع اي جي اي مثلا، يكون ذاك يعني هو اللي طلع بالفحص القديم، فينطينا سبب اخر، سبب مو صحيح بهذا الوقت، فالفحص ما يكون كلش يعني نتائجه دقيقة، ما اعرف اذا فهمتوني او لا، يعني قصدي مثلا انه هو مثلا في سابق كان متحسس من مثلا الكاكاو، واكتشفوا انه هذا عنده حساسية ضد الكاكاو خلينا نفترض، وموجودة بس هي قديمة، حاليا بالوقت الحالي لا، هو اكل سمك وتحسس من السمك، فما حيقولوا له امتنع عن الكاكاو، هو يظل ياكل سمك وتظل عنده الحساسية مثلا يعني، فهو نتائجه مو كلش مضبوطة، البحوث اثبتت هذا الكلام، يعني اكو كثير من البحوث، حتى احد البحوث خارج من النجف من عندنا موجود في كلية الطب جامعة الكوفة، أثبتت هذا واحد من البحوث اللي أثبتت أنه يعني البلد تيست هو مو كلش دقيق رغم سهولته وبساطته وما يكلف البيشنت أي تعب، ولكن هو مو كلش دقيق، تبقى يعني الطريقة اللي يسموها الطريقة القديمة أو طريقة انه يسوون وغزات بالظهر او الايد هي الطريقة الصحيحة واللي تنطي نتائج مضبوطة 100%. بالنسبة لهذا الطريقة راح نعرض لكم هسه فيديو مثل ما قلت لكم يبين لكم كيف يسووه وكيف يجوا، حتى يبين انه شلون من يصير تحسس راح تلاحظوه. اتمنى استفادتوا من المحاضرة اليوم، وإن شاء الله كانت خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The other. I'm sure there is an optimal distance. Is that one of our questions, Dr. Miller? Could be. It's not listed as a direct question, but it's a good one to think about. It's one to maybe consider. Okay, then I'm going to just write an H or an S. So what you could do to have them be further apart is to do one on the left side, and then the next one do it on the right side of the line, and that way they're further apart. Actually, no, no, we actually go here. Like there, 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 oh, I see. There. That way they're not next to each other, they're further apart. Because otherwise they look pretty close together. I know, I was hoping the salines wouldn't. I see. Wait, so I'm going to do all the histamines on the left and the salines on the right. So actually, I think I'll do all the histamines first. لاحظوا هنا أعزائي الطلبة كيف يعني بدأت تخلي الأنتيجين بقى عشان وغزات خفيفة، تخلي الأنتيجين على ظهر البيشن حتى تعرف إذا كان بيسوي اليوجي أو like up on the upper arm.
Some of these are already starting to react. Our first question here is to understand the indications for performing the test and the alternatives to skin testing. Did you get that first part? Yeah, so indications for... شفتوا على أحد الجهات مثل ما شفنا هنا نبعوا حايديكم إياه. شوفوا لاحظوا شلون يعني بسوعة ظهر الإحماء بين أنه صار أكو تحسس على هذا المنطقة من جسمه. لاحظوا كيف. طبعا هي هاي تيجي اختبار ودا يمتحنها الدكتور، يعني اختبارهم عملي فعلا 100%، فخلاها تطبق وبعدين هو دا يسألها سواتي وشنو اللي حقنتي وشنو طلعت النتائج. فاحنا كل ما يخصنا يعني لهنا نتعرفتوا كيف يتم عمل الاختبار. ان شاء الله تكونون استفادتوا. اي سؤال عندكم ممكن انه توصلونا اياه على الايميل وان شاء الله نوفق لإجابتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.